تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: اكتب الأعداد التالية بالحروف والأرقام. لدينا 2958. نكتب، نبدأ بألفان. ألفان وتسعمائة وثمانية وخمسون تاني العدد الثاني: 9000 و لا يوجد مئات، و60. العدد الثالث: 4308. لدينا العدد بالحروف: 8000 691. 8691. 1954. ننتقل إلى التمرين الثاني. لاحظ ثم أكمل متتالية الأعداد. لدينا 1500، 2000، أضفنا 500 تصبح 2500، ثم 3000، 3500، ثم 4000، ثم نضيف 500، 4500. نضيف كل مرة 500. التمرين الثالث: فكك الأعداد التالية: 6424. 6424. وعشرون اثنان في العشرات وأربع وحدات. لدينا 6412 وأربع وحدات. 6 مضروبة في 1000 زائد 4 مضروبة في 100 زائد 2 مضروبة في 10 زائد 4. هنا لدينا الأقواس. العدد الثاني: 3641. 3600 14. لدينا وحدة. 3 مضروبة في 1000 زائد 6 مضروبة في 100 زائد 4 مضروبة في 10 زائد 1. ب: اكتب العدد المناسب لكل تفكيك. لدينا 8000 زائد 200 زائد 6. 8206. 8206. لا يوجد عشرات. العدد الثاني: 6000 زائد 100 زائد 6 زائد 70. 6176. 3000 زائد 8 زائد 300 زائد 90. 3398. 3398. 2030. لا يوجد مئات. 2030. 3398. 8206. 6176. التمرين الرابع: رتب الأعداد التالية ترتيبا تنازليا، معناه من الأكبر
إلى الأصغر 3699 نعين منزلة آلاف 5910 5901 7700 7099 2018 نبدأ بالعدد الكبير من الذي لديه منزلة آلاف كبيرة لدينا 7000 لكن هنا لدينا 700 وهنا 99 العدد الكبير هو 7700 ثم لدينا 7099 نواصل لدينا 2000 5000 5000 و3000 العدد الكبير هو 5000 يوجد اثنان 5000 5000 ننظر إلى منزلة المئات 900 نفس الشيء لكن هنا لدينا 10 وهنا 1 إذن هذا هو الكبير 5910 يأتي وراءه 5901 بقي لنا 2000 وهنا 3000 هذا هو الكبير 3699 وفي الأخير أصغر عدد هو 2018 نراجع من الأكبر إلى الأصغر ترتيب تنازلي 7700 7999 5910 5901 3699 وفي الأخير أصغر عدد هو 2018 التمرين الخامس لاحظ الشكلين المقابلين ثم أكمل الفراغ متعامدان متوازيان لدينا المستقيم E مستقيم P مستقيم A لدينا المستقيم C والمستقيم D المستقيم A والمستقيم B المستقيم A والمستقيم B نلاحظ أنهما جيد متوازيان المستقيم C والمستقيم D ها هو المستقيم C وها هو المستقيم D نلاحظ أنهما جيد متقاطعان أو متعامدان في الأخير لدينا المستقيم E والمستقيم B المستقيم E والمستقيم B مستقيمان أحسنتم متوازيان هذا مستقيم متوازي وهذا مستقيم متعامدا وهكذا انتهينا من الاختبار إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.